بسم الله الرحمن الرحيم. معظم الفيديوهات دلوقتي بقت محتاجه ترجمه، ترجمه عربي. لو انت بتعرض منتج مثلا لازم يتعرض في امريكا بترجمه انجليزي، مثلا امريكي. امريكي طبعا ليه سعر خاص على فكره، تمام، او ممكن تعمله مجانا من جوجل او الكلام ده كله. لكن في مشكله ساعات بتقابلنا واحنا بنترجم. تعالوا نشوفها. انا ببدا اعمل هنا ايه، باجي هنا اسجل هنا الترجمه بتاعتي. حلو الكلام. لما اجي اسجل الترجمه بيرجع يقول لي طب معلش انت عايز تضيف لغه ايه؟ بختار اي لغه انا عايزها. يقول لي طب اتهلم من منشأ المحتوى او في اي مكان تاني بتترجم الفيديوهات. هقول له طيب هدخل على جوجل هنا وهبدا افتح منشأ المحتوى بتاع الفيس زي ما شفنا في الفيديو قبل كده، واشوف هنا جرب الان ده بدوس عليها عشان ابدا ادخل فين، عشان ادخل الترجمه. بيبدا يطلب مني طبعا الفيديو اللي انا عايز اترجمه زي ما شفنا قبل كده. لكن احنا الفيديو ده عاملينه، احنا عملنا واحد زي ده قبل كده، لكن في مشكله حصلت بتضايق ناس كده جدا. ايه هي؟ ان ساعات بيبدا يعمل عمليه تبديل لوحده. مين اللي بيعمل؟ الصفحه نفسها. تعالوا نشوف مثلا هنا بيقول لي ايه، بيقول لي دوس هنا على المحتوى عشان ابدا ايه، عشان ابدا اشوف مثلا انت عايز تعمل ايه. ببدا اقول له الاجراءات بتاعتي العاديه، ان انا ببدا افتح هنا اقول عايز فيديو واحد، يقول لي فيديو ايه والكلام ده. لكن في مشكله ان ساعات الصفحه تديني الرابط اللي انتم شايفينه ده بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض كده. يبدا هنا يديني رابط تاني خالص، هنشوف دلوقتي. بيبدا هنا يدخل على صفحه، الصفحه دي ما بتكونش مفهومه قوي، كل ما بنيجي نتحرك فيها بتقعد تعمل عمليه فايبريشن او ازاز مستوى عالي جدا. تقول لك ان انا في مشكله هنا، لازم ايه المشكله دي حاصله، تمام، مخصوصا لو جيت تدوس هنا على اي حاجه، حتى لو دوس هنا على المحتوى. تعال دوس هنا على المحتوى، دوس على اي حاجه، في مشكله هنا حاصله. طب انا عايز ارجع للصفحه الاولى، بعمل ايه؟ طب انا اصلا دخلت الصفحه دي، الصفحه دي بتبين لك ايه اصلا؟ بتبين لك هنا ده المشاهده، المشاهدات للفيديو قد ايه الكلام ده، لان في ارباح بتطلع من من الفيس يعني. فالارباح دي بتطلع منين؟ من منشئ المحتوى اللي موجود في الفيس زي اللي موجود فين؟ في اليوتيوب بالظبط. فهنا المشكله بتبدا بقى تحصل، ان انا مش عارف امسك الصفحه، مش عارف اشوف حاجه، اجي ادوس على اي حاجه بيحصل المشكله دي كلها. المشكله دي انا مش عايز اعرف ابعادها ولا عايز اعرف بتحصل ليه، لكن انا عايز اعرف اخرج منها ازاي، ايه الطريقه اللي ممكن اخرج بيها من المكان ده. هل ممكن اسجل تاني من اول وجديد؟ طب هل انا ممكن اقفل الصفحه دي خالص خالص من اول وجديد كده، تمام، زي ما الكل بيعمل؟ يقول لك ابدا ادخل من اول وجديد. لا، ده انا مش هدخل من اول وجديد، ده انا كمان هدخل من اول خالص. هرجع هنا واكتب هنا منشئ محتوى تاني من جوجل وابدا اكتب جرب تاني على اساس يدخلني الصفحه اللي انا متعود عليها. لا، رابط على نفس الصفحه مش عايز اتحرك. طيب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده هنا مشكله، أو مش عارف اتحرك، مش عارف اعمل حاجه خالص. باجي هنا على حاجه اسمها الملاحظات مش الاعدادات، لان انا دخلت هنا على الاعدادات قبل كده عشان احاول اعمل اي حاجه، برده ما فيش فايده، تمام. وطبعا على فكره في استفاده بناخدها من هنا، بس مش بالمنظر اللي هو عامله دوت. هوريكم طريقه ثانيه في الاستفاده في فيديو ثاني. احنا هنا خسرنا الموضوع، بندخل على المساعده هنا، بيبقى قصادنا هنا يا اما تبديل لاستوديو منشئ المحتوى يا اما مدير الاعمال، تمام. مدير الاعمال انا هدخل عليه دلوقتي مش هتعمل لي اي حاجه ومش هتفيدني باي حاجه، عشان بس ايه محدش يعني يقعد يدخل ويشوف الكلام ده، مش هتعمل لك فايده، مش هتحتاجها في حاجه. طب هنبدا نشوف هنا منشئ المحتوى هيودينا فين. هيبدا يقول لك انت عايز ترجع تاني للصفحه بتاعتك الاولانيه؟ اقول له اه. هيبدا يديني شويه حاجات كده عندي، اقول له تخطي. هيبدا رجعني للصفحه فعلا اللي انا ابتديت عليها، وابدا ادخل وابدا اعمل بقى، شوف انا عايز اعمل هنا، ابدا اعمل هنا مكتبه المحتوى زي ما عملنا قبل كده، وابدا اسجل فيديو واعمل نفس الاجراءات اللي عملناها عشان نعمل خطوات ترجمه. الملاحظه دي مهمه جدا، انك انت بتقف هنا عند الملاحظات وبتبدا تشوف انت عايز تعمل ايه. الموضوع ده مهم جدا عشان ما يعملش لحد مشاكل، تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.